صورة رومانسية للفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني في أحدث ظهور لهما، وابنه الكبير نسخة عنه. أهلا بكم. شارك الفنان السوري تيم حسن الجمهور اليوم لحظة عائلية ورومانسية مميزة له مع زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، ونشر أحدث صورة تجمعهما على حسابه بإنستغرام، واستعرض رومانسيته مع زوجته في أحدث ظهور. الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني في آخر ظهور. ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور وكذلك زملائها النجوم، خاصة بسبب الظهور القليل لهما معا في الفترة الأخيرة، وبسبب رومانسيتهما اكتفى تيم حسن بوضع رموز تعبيرية تدل على حبه لوفاء الكيلاني في تعليقه على الصورة. ويبدو أن الفنان تيم حسن يقضي أوقات عائلية سعيدة هذه الأيام مع زوجته وفاء الكيلاني، خاصة أنه غير مرتبط بأعمال جديدة في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد عرض آخر أجزاء مسلسل الهيبة في العام الماضي، ويغيب عن موسم رمضان 2022 في الوقت الذي يستعد به لطرح فيلم سينمائي. والفيلم السينمائي من أحداث أجزاء مسلسل الهيبة، ولكنه لم يحدد الموعد النهائي لطرح الفيلم. وحل الفنان السوري تيم حسن ضيفا مؤخرا على برنامج مع الشريان للإعلامي داود الشريان، وتحدث في الحلقة عن بداياته الفنية وأبرز محطاته الفنية وذكرياته في أيام الدراسة وغيرها. وتذكر الفنان تيم حسن في البرنامج أبرز محطات مسيرته الفنية وذكرياته في الجامعة، وقال إن والده عرض عليه دراسة القانون في بيروت رغم التكاليف الكبيرة لدراسته بها، وأضاف إنه أعجب ببيروت كثيرا ولكنه لم يقدر على دراسة القانون وفوجئ بصعوبة الدراسة، لذلك أخفق دراسيا في السنة الأولى وأخفى عن والده ذلك الأمر، ولكنه لم يستطع إخفاء الأمر بعد إخفاقه في السنة الدراسية الثانية. الفنان السوري تيم حسن مع أبنائه. أبناء الفنان تيم حسن في آخر الظهور، ابنه الكبير يشبهه. وتحدث تيم حسن في البرنامج عن ذكرياته الفنية، وقال إنه كان متوترا وخائفا في تجاربه الأولى على المسرح، واحترف التمثيل أثناء دراسته وعمل في عدة مجالات في المسرح خارج التمثيل، وهو الأمر الذي أعطاه خبرة كبيرة. وتذكر دوره في مسلسل الزير سالم وقال إنه لم يتوقع الدور المقدم إليه، وفوجئ بدور رئيس ومحوري في المسلسل في شخصية الجرو. وقال إنه قدم بعده عدة مسلسلات تاريخية والتي كشف عن صعوبتها بسبب تطلبها إتقان اللغة العربية. وجعلها بطريقة الحكي مع المتطلبات الحركية للشخصية. وكشف الفنان تيم حسن عمله في المسرح القومي كومبارس صامت بهدف تطوير مهاراته التمثيلية وتوسيع دائرة معارفه في المجال الفني. وقال الخيار اللي سويته لو اتيح لي مرة ثانية راح اعمله نفسه، على قد ما كان مفيد بمراره وحلاوته بتتعلم كتير. وأضاف وكان ممكن أعمل أي شيء لحتى أنجح وأوصل لغايتي، وكانت توكل إلنا فعلا مهام صعبة وحساسة ومتنوعة.
وتابع. كانت تجربة متكاملة حتى وصلت لآخر مرحلة وهو مدير منصة اللي هو مسؤول إكسسوارات. ثم تم قبوله في المرة الثانية ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية. ومن جانب آخر انتقد تيم حسن المبالغة بمدح الفنان وقال: المبالغة بأي شيء ابتداء من مدح الفنان بمدائح ما أنزل الله بها من سلطان ووصولا للخرافات. وتابع بطل الهيبة وكأنه يعني الله اختص بها بعضا من عباده هالموهبة اللي اسمها تمثيل، هي مسألة دراسة وتحضير وكيف كل واحد يشتغل اخلصنا. وتفاعل الجمهور مع مشهد قيام تيم حسن بتحضير مشروب المتة خلال الحلقة وقدمه للإعلام السعودي الذي أبدأ إعجابه بالمشروب. وقام الفنان السوري بتعليم داود الشريان بطريقة شرب المتة. وتصدر الحديث عن المتة عبر حسابات المتابعين على تويتر. وكتب بعضهم: وفجأة صارت المتة المشروب المفضل عند العرب.